قوم خويا خساره مدله مخزيه للمنتخب المغربي غير متوقعه حقيقه. خطه ديال المدرب المنتخب الوطني المغربي خطه فاشله من الاول، كان باين المستوى بان المستوى طايح بزاف. المدرب بحال اللي ما فهمش الرسائل اللي وصلوا ليه وما بغاش يفهم الرسائل اللي وصلوا ليه، كيقول لك هو راسو قاصح. هذه هي نتيجه ديال المدرب اللي راسو قاصح. وشكرا خويا. سيدي اليوم المقابله كانت مزيانه، شنو والو ما كانش الوسط، الدفاع كان ضعيف شي حاجه، كان غير سيس لي لاعب مزيان والله العظيم. سباق الاظهره كانوا ناقصين دفاعيا والو، ضيعنا كواري، بوفال ما كانش خصو يخرج بحالو، نصيري كان خصو يخرج بحالو والو. كاين شي تجربه في المنتخب الصغير، المره اللي مازال ان شاء الله. المغرب دائما كنتفرجوا لها في كاس افريقيا كتكون كتعطي واحد انطلاقه في الاول، ولكن هذا هو هذه هي الحقيقه، فهمت؟ هذه هي الحقيقه، ما عندناش دائما هذه هي الحقيقه. المستوى اليوم مستوى ضعيف جدا، علاش؟ في الشوط الاول كان مستوى صاحبي ضعيف جدا، تحركوا حتى المستوى، ولكن ما عندنا لا هجوم لا وسط. مصر كتلعب كيف ما بغات في الديفينس كانت، ما عندناش، مقتولين الدراري، ما عرفتش انا شنو كياكلوا شنو كي واش كيتيشوا، ما فهمتش انا. عصبونا الله يلعن، والله قسما بالله الا عصبونا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.